مشاهدينا، حلقتنا اليوم ببيتي أحلى مغارة يمكن تكون مختلفة عن كل الحلقات يلي مرقوا معنا. حلقتنا اليوم مميزة لأنه عكس كل التقاليد والعادات يلي عنا بلبنان. بيقولوا بس يكون الشخص محزون ما بيعمل زجرة، ما بيعمل مغارة، ولكن ضيفتنا اليوم يمكن أكثر واحدة فهمت معنى مجيء السيد المسيح وبهالوقت بالذات يلي هن بحاجة أكثر من أي وقت إنه يشعروا إن يسوع فعلا بده يخلق بقلبهم مظبوط حتى يمكن يمدهم بالقوة اللازمة حتى يقدروا يتغلبوا على أحزانهم. ملكة، أنا بدي أشكرك أول شيء لأني استضفتينا رغم الوضع يلي أنتوا فيه. رجعب عزيزي مرة تاني بولدتك وبوالدك يلي جمعتهم المحبة لدرجة أنه ما قبلوا إلا ما يروحوا تقريبا مع بعض. هني أكيدة عند ربنا بالسماء. وجود هالمغارة وهالسرباية اللي خبرتيني أنه ركضتي ركضة تعمليها قبل ما يتوفى والدك، ليه؟ رغم هيدا الشيء بيخالف مثل ما بيقولوا كل عاداتنا. نعم، هو فرح ولادة المسيح ببيتي لازم تكون موجودة، وأنا عارفة إنه بابا كان بده يتوفى، فولادته هي بالسما. صح، ولادته بالسما، ولأنه نحن بنآمن، لأنه نحن بنعرف كمان في قيامة في ولادة المسيح، موته قيامته، بعرف إنه بي هلا صار بالسما، بعرف إنه ولادته فوق مع يسوع، رح تكون مع يسوع. هيدا الرجا يلي ربينا عليه، يلي أساس ديانتنا، قديه بيعطينا قوة حتى فعلا نقدر نستمر بالحياة، نقدر نتخطى كل المصاعب. وانت بنت الكنيسة، يعني يمكن هيدا هالإيمان يلي بحب عن جد تشوفه بعيون كل الناس اللي بقبلهم يلي ببرهن فعلا عن مسيحيتنا. أنا عندي فرح لا يوصف. صحيح إنه البابا مات وهيك في غصة كبيرة، الماما 8 أشهر والبابا دغري وراها، يعني سعيد بعد ما قطعت السنة على 2 صار، يعني أكثر جمعة البابا متوفى، بس فرح صدقيني فرح، لأنه خلص عرفنا نحن أولاد الكنيسة لازم نعرف وين نحن منلاقي فرحنا. فرحنا هلأ هون، هلأ أولاد المسيح هو عطينا أنه نكون نحن قويين بإيماننا، ونحن نعرف أنه البابا موجود، رح يكون مرافقنا من غمض عينينا، رح يكون مرافقنا من نام مرافقنا، منفوت على الكنيسة رح يكون مرافقنا مثل ما يسوع مرافقنا. هو هيك يقول، يعني هالمغارة اللي عملتيها بعتقد هي أكبر دعم معنوي هلأ لقلك بهالفترة. مثل كل ما تمرق تشوفي يسوع بتقولي له يلا، مثل ما أنت عم تخلق كل سنة رجع، هيك خلق فينا دايما هالرجع المتجدد كل الوقت عنا. وقت لقيت أخواتي أنه عملوا الشجرة وعملوا المغارة، فدغري انا جيت بليلتها دغري قبل بيومين، يعني قلت لا لازم، لان احنا معودين على عيد قديسه بربره بنعمل المغاره على طول. نحن هيدي انا ما بعرف ببيتنا، ما بعرف اذا كل واحد بيقدر هيك، بس انا عيد قديسه بربره بعمل المغاره والشجره. جيت دغري عملتها قبل بنهارين، بثلاث ايام عملت الشجره، عملت المغاره. قمت الصبح كانت موجوده، ونزلنا بوقتها بعد الظهر لعند البابا شفناه وهيك عالصوان. اكيد كان عندي فرح اني انا عملت المغاره، وعارفة إنه البابا بده يتوفى، خلص موجودة، يعني موجود الفرح، موجود الفرح بالبيت، في ولاد بنتي بالبيت، لازم ما يحسوا أبداً إنه في حزن، لازم يعرفوا يسوع ولد وهن موجودين، وهن ولاد وهن أطفال، ما هن هيك، هاي الفرح لإلهم. هل السنة يعني عادة بيجتمعوا، بتعرفي بفترة عيد الميلاد كل الأهل مع بعضهم؟ السنة أنتوا مميزة جدا لأنه بالعادة كنتوا تجتمعوا عند أهلكم، هل رح بيضل هيك هالجمعة بتتذكرون بالفرح تصلوا لهم؟ نحن بالنسبة لنا دايما الجمعة موجودة حتى بالحزن. وقت الماما توفيت حطيناها بالكنيسة، هيدا عنا بالشمال ما بيحطوا بالكنيسة، نحن حطيناها بالكنيسة، اجتمعنا كأخوة نحن مع بعضنا، صلينا مسبحة الرحمة،
قبل ما نزلنا على الصالة. هي موجود عنا بالبيت، حتى أخواتي يعني وين ما بنجتمع لو فنجان قهوة بدنا نجتمع مع بعضنا، مش ما بننطر عيد الميلاد تنجتمع، ما بننطره أبدا، على طول بنجتمع مع بعضنا بفرحنا بحزننا، وما بنقبل أبدا يكون في زعل، لازم نكون على طول مجموعين بفرح. هيدا هيك عودونا، هيك عودنا البابا أكثر. يمكن هيدي أحلى عادة معقول عن جد أهل يعطوها لأولادهم، ونرجع نحن بدورنا كمان نرجع ننقلها لأولادنا. هالإيمان القوي قدي بيقوينا على كل المصاعب وعلى كل شيء. لما كنت عم تعملي المغارة قلتي لي عندك أولاد بنتك الصغار، هل ساعدوك؟ كيف شرحتي لهم شو هني هالأشخاص؟ بعرف أنه عمرهم صغير قدروا يستوعبوا مين هيدا الشخص، ليش الراعي، ليه المجوس. بنتي عندها هيك، عندها هي الروحانية كمان موجودة عند بنتي، بيعرفوا كل اسم المجوس، بيعرفوا شو ولادة يسوع، وفوق وبلس هيك أنا حطيتهم تيساعدوني بالبول بتزيين الشجرة. هن الولد دايما أكتر شي فرحته بهيدي التزيين، بس بالنسبة للمغارة بيعرفوا شو يسوع، لأنه هي هيك ربتهم، لازم يعرفوا لوين نحن واصلين. حتى بالموت رح يعرفوا انه طلعوا على السما، وهن سالوني قالوا لي حتى جده هلا صار، بعيطوا له جده مع انه هو جد امهم، بعيطوا له جده هلا صار مع تيتا ليلى، ايه صار مع تيتا ليلى بالسما، هلا مبسوطين مع بعضهم فرحانين مع يسوع. بيعرفوا هن، بيقولوا لي هن قالوا لي انه طلع لعند يسوع. يعني لكن لوين قديش عندهم هالوعي. حلو حلو الايمان، حلو المربى، حلو نخلي دائما هالعقيدة انه نحنا كمسيحيين حياتنا هيدي اللي نحن مرقها هون على الارض هي مرحلة عبور، ولكن الحياة الحقيقية واللي ما رح تنتهي الى الابد هي رح بتكون فوق. انا بهنيك ملكي، بهني ايمانك القوي الكبير، بهني هالرجل اللي عندكم، اللي وبشكر عن جد يسوع يلي لو ما هو كل الوقت عينه علينا وسمعنا يمكن ما بنقدر نتخطى ولا أي صعوبة من هالصعوبات. إن شاء الله بينعاد عليكم بالصحة، إن شاء الله أنفسهم يا رب تكون أكيد بالسماء، لأنه هي أكيد بالسماء طالما عندهم هالصلاة كل الوقت، عايشين بخوف الله مثل ما بيقولوا. وهيدا أحلى عزة بعتقد بيكون للجميع. الله يخليكم ومرسي كتير على وجودكم عنا، وإن شاء الله يا رب يكون ولادة يسوع فرح لكل العالم، خاصة بالوضع الصعب هلأ بهالفترة، ما يكون حدا زعلان أبدا، حتى الموت ما يوقف بداربون تيدل، لأنه لكي ونحن وين بأي وضع لازم على طول الفرح يكون موجود بكل بيت، بكل بيت، حتى الأشياء المش منيحة يقطعوها حتى نقدر نتخطى هالحياة. مرسي. شكرا لك ملكة. مشاهدينا مثل ما قالت ملكي عن جد يسوع لازم يكون موجود بكل بيت هلأ، رغم كل الظروف الصعبة اللي منعيشها، لأنه هو الوحيد يلي قادر ينسينا الصعوبات، قادر يعطينا هالفرح يلي بحاجة نحن لقاله كل يوم أكتر من يوم. حلقتنا اليوم انتهت، بشوفكم بحلقة جديدة، إلى اللقاء.